وبركاته. أزعد أنا عبد الباقي الظافر، أنا ألتقيكم مجددا في الميدان الشك. هذا البرنامج يهتم باستجداء وجهات النظر المختلفة حول قضايا الساحة. الساحة السودانية اليوم مليئة بالقضايا المتناسرة والمختلف عليها، من الحوار الوطني إلى لجنة 7+7 مرورا بالتعديلات الدستورية وانتهاء بالانتخابات. في هذه الأمسية باسمكم جميعا أرحب بضيوفنا داخل الاستوديو، الأستاذ الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل، سياسي مثير للجدل ومثير للغضب، مغضوب عليه أحيانا وغاضب في كثير من الأحيان. على يساري يجلس الأستاذ المحامي أبو بكر عبد الرازق، القيادي المعروف في المؤتمر الشعبي والمحامي الضليع، والرجل الذي يصلي أحيانا خلف زوجته. نناقش قضايا مختلفة وكثير من التناقضات. ضربة البداية ربما تكون من نصيب الأستاذ الطيب مصطفى بعد أن أمنحه فرصة الترحيب بمشاهدينا الأكارم أينما كان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وأنا سعيد غاية السعادة أن أخاطبكم من خلال هذا البرنامج الجميل. أشكر لك أستاذ أبو بكر عبد الرازق. أرحب بك أخي الظافر وبقناة أم درمان وبمشاهديها على مستوى الأفق البعيد. أشكرك باشمهندس الطيب مصطفى، لقاءات سرية جماعة الرئيس البشير والشيخ الترابي كشف عنها مؤخرا، كانت قبل الوزبة وربما بعد الوزبة، هل هنالك ما يريد مثل هذه الاتصال؟ والله يا أخي ربما هذه أول مرة أسأل مثل هذا السؤال، لكن في الحقيقة هناك ما يريب، هناك الكثير جدا ما يريب. يعني ذلك أن ما تشهده الساحة هذه الأيام من تطورات سياسية يدعو إلى الدهشة، تدعو مواقف شيخ حسن الترابي للدهشة. لكن هل بإمكان ربط الدهشة بهذه اللغات السرية؟ نعم، مؤكد. يعني أخشى أن تكون هناك صفقة أو فصل من المسرحية القديمة، ذهب إلى القصر رئيسا وذهبت إلى السجن حبيسا. يعني هذا فصل جديد من المسرحية القديمة. لكن الشيء المدهش جدا أن السبب الذي أدى إلى يعني انفصال أو انشقاق الحركة الإسلامية هو اللي هو التعديلات الدستورية، نفس الظروف. لكن الشيخ حسن قاد صراعا كبيرا أدى إلى انشقاق الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، والذي أدى إلى تطورات كبيرة بعد ذلك. قبل 15 سنة بعد 15 سنة الشيخ حسن يسكت عن تعديلات دستورية أكبر بكثير من تلك التي أدت إلى ذلك الانفصال. سأقف معك مجددا، عشان كده هذا هو المثير للدهشة. لكن دعني أسأل الأستاذ المحامي أبو بكر عبد الرازق، اللقاءات السرية، يقال أن حتى أعضاء بارزين في المؤتمر الشعبي تم تغييبهم تماما عن المشهد وتغييبهم تماما عن الأحداث، ومثلنا لا يعلمون شيئا. طبعا هذا ليس صحيحا. يعني دكتور الترابي قابل الرئيس البشير بمبادرة من الرئيس، كان هنالك يعني متوسطين بينهم وبين الرئيس من قبل المؤتمر الوطني، منهم بروفيسور غنور يعني. وعرض دكتور الترابي الأمر على الأمانة العامة، والأمانة العامة وافقت على مقابلته للرئيس، وتم اللقاء في بيت الأمين العام دكتور حسن الترابي فجرا، وجاء الرئيس ومعه قندور يعني. ولكن كان العهد بيننا أن يظل ذلك سرا إلى أن يعلن في الوقت المناسب. ومن بعد انتهاء اللقاء جاء دكتور الترابي وقدم تنويرا كاملا للأمانة العامة، وحاطت الأمانة العامة بكل التفاصيل يعني. فدكتور الترابي يعني أصلا لا يخفي أي، حتى لو لغاء اجتماعي زيارة، نعم، بنوير بها الأمانة العامة يعني، باعتبار أنه شخص هو شخص عام، نعم، لا يمكن أن تفهم الزيارات الخاصة في إطارها الخاص فقط يعني. نعم.
ولذلك هو بهذا التقدير يعني ينور الأمانة العامة حتى عن الزيارات الاجتماعية التي يزوره إياها سفراء أو قيادات سياسية أو قيادات اجتماعية أو قبلية. هذا اعتراف رسمي أو غير أول مرة يعني نعم يكشف عن كل نعم هذه الزيارات. ولكن باشمهندس الطيب قال أن هنالك ما يريد، ربما تكرر ذات المسرحية، ربما تم إعادة رسم المشهد وتمت مصالحة ما يخشاه الناس يعني محاولة العودة للنسخة الإنجاز الأولى. فكيف ترد على أن باشمهندس قال لك هنالك ما يريد في هذا؟ طبعا 14 سنة سالت فيها دماء وأهلكت فيها نفوس وتمت فيها اعتقالات وتم فيها يعني قامت بسببها من خرجوا وانتموا إلى جهات مقاتلة. فالزول اللي بيفكر بعد 14 سنة بأن هذه مسرحية بفتكر بيفكر بقدر من التبسيط المخيل يعني. لا 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 أقصد أنها مسرحية في حد ذاتها، لكن أقصد أن الترتيب جديد، صفقة سرية جمعت المواطن الوطني بالمؤتمر الشعبي، تم تقسيم الكيكة وثم يعني نودي بعد ذلك إلى الوزبة والحوار الوطني. أول شيء أنا أليس ما هذا ما تعنيه؟ ليس هذا صحيحا طبعا. الدواعي التي هو متكلم هو كشف الأستاذ أبو بكر عليه يعني قال أنه ناوي والله ناوي ويكشف الأمور وما بتاعه أخفى يعني تلك المسرحية لفترة من الزمن لسنوات يعني ولم يتكلم عنها بعد حدوثها مباشرة يعني برغم أنه إحنا كنا نعلم يعني كنا نعلم. لكن حقيقة شيء مدهش جدا حقيقة أنه هذا الذي حدث يعني حتى الآن لا أحد يدري ما الذي حدث يعني ربما هنالك سيناريو تم رسمه بعناية وأنتم أوتي بكم كومبارس لإكمال المشهد السياسي. لا أريد أن أقول المسرحية لا المرة الأولى ما الآن أنا أتحدث عن اللقاءات السرية. نعم ممكن جدا أن يكون شيء لأنه حتى الآن لم يكشف لنا لماذا هذا الانقلاب الكبير هذا الذي بسببه انشقت الحركة الإسلامية وانشق المؤتمر الوطني الآن يقابل بهذه البساطة. حسن بدل ما يتكلم لنا عن هذه القضايا يتكلم عن قضايا المرأة وبتاع والمرأة كذا وبتاع شهادة المرأة يعني مشتت في الكورة يا أخي ورينا بينك وبين عشان نعرف حاجة يعني لماذا حدث هذا الانقلاب بعد 15 سنة. لماذا حدث الانقلاب؟ لماذا يشتت الكرة الشيخ حسن؟ أول شيء ليس هنالك انقلاب أصلا. نعم يعني الذي يجري الآن في الساحة يجري في شفافية كاملة ومكشوف للناس يعني. نحن في التعديلات الدستورية دي تكلم دكتورة ترابي في ندوة دار المحامين اعتراضا عليها وخرجت كل التصريحات السياسية الحزبية ضد هذه التعديلات الدستورية وهنالك من تعامل معها بعنف إعلامي كبير جدا. أكثر من ذلك بقرار تنظيمي انسحبت الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي من البرلمان احتجاجا على هذه التعديلات الدستورية بعد أن قدمت اعتراض مكتوب. أنا لا أريد اعتراضا على هذه التعديلات الدستورية. سنغف عند التعديلات الدستورية. دكتور إسماعيل حسن حسين عقد مؤتمرين صحفيين ليرد على هذه التعديلات الدستورية. هل تقارن بين هذه التحركات في إطار اللجنة وبتاعه وأنه انسحاب من هنا وعقد مؤتمر صحفي؟ طيب يبحث عن موقف مبدئي كبير. موقف الحزب في قبل 15 سنة حول التعديلات الدستورية خرج الحزب ده هو أحدث مفاصلة دافع السودان بثمنها بسببها ثمنا كثيرا. الآن هذا لا حتى الآن المؤتمر مندغم المؤتمر الشعبي مندغم تماما في المؤتمر الوطني بالرغم من هذا الانقلاب الكبير جدا الذي حدث التعديلات الدستورية الكبيرة التي حدثت والتي أحدث بسببها الدكتور الترابي قبل كده ضجة كبيرة وأدى إلى ذلك الانفصال. لماذا هذا الاندغام الذي حدث الآن؟ هذا ما نريد أن نعلمه الآن. ماذا يجري وراء الكواليس؟ طبعا الآن بذات المنطقة الطيب مصطفى الآن يندغم في المؤتمر الوطني يعني لأنه وافق على الحوار وقدم شواهد. قدم شواهد وافق على الحوار بمبرراته ودخل في لجنة 7+7 وأصبح جزء من عملية الحوار الجارية يعني. هذا ليس صحيحا طبعا. أن أحاورك ليس بالضرورة أن أكون جزء منك. هو الحوار الأصلي إنه نحن ما حاجة واحدة. نحن رؤى مختلفة. لا يكون بين أصدقاء. نعم. رؤى مختلفة، أطراف مختلفة، جلسنا على طاولة، كل يقدم مرافعات سياسية أو الفكرية من أجل أن يصل إلى الغرض الذي يستهدفه. نحن بين يدي الجمعية العمومية للحوار في أول انعقاد لها في الملتقى التشاوري قدمنا ورقة مكتوبة أسميناها نظام الحوار. هذه الورقة أهدافها ومقاصدها العليا إنها تفكك نظام الإنغاز وتحدث
نظاما انتقاليا، تدعون الى تفتيت نظام النقابه العامه نظاما انتقاليا بمقتضاه يغادر الرئيس السلطه ويكون هنالك رئيس لفتره انتقاليه تكنوقراط فني وظيف وموظف تنفيذي يقود المرحله الانتقاليه ببرنامج انتقالي نحن فصلناه في الورقه. ماذا يقول اختك؟ هل يمكن ان تقارن بين موقفنا وموقف الشعب الان؟ الشعب نحن الحزب الوحيد الذي رفض يعني الذي لا يزال مندغما في الوطني ومندغما في الحوار الوطني وهو الشعبي. نحن الان علقنا الحوار، علقنا الحوار لماذا؟ لان مطلوبات خريطه الطريق واتفاق اديس كلها عطلت من من؟ خلينا نقراها عشان نوري ماذا حدث بالضبط. يعني لماذا اعترضنا؟ لماذا مثلا علقنا الحوار بينما المؤتمر الوطني مصر بالرغم انه التعديلات الشوريه وبالرغم الانتخابات وبالرغم من كل شيء وبالرغم من الحريات التي انتقصت مش انتقصت حتى الان لا تزال، وحتى المعتقلين الذين وافق عليهم الرئيس حتى الان معتقلين. بالرغم من ذلك المؤتمر الشعبي مندغم تماما في المؤتمر الوطني ومندغم في الحوار الوطني، وحتى اذا اجريت الانتخابات سيظل هكذا. يعني انا ما اعرف 200 متى سيتخذ موقفا لكي يعني يتم انفاذ هذه الخريطه، خريطه الطريق التي تم الاتفاق عليها بين الجميع بما فيهم المؤتمر الوطني. كل الأحزاب المتحاورة يا إخواننا وافقت على هذه الخريطة ووافقت على هذه، لو قريناها واحدة واحدة بنلقى أنها كلها معطلة. أسمح لي أن أزل أستاذ أبو بكر عبد الرازق، بعض الناس يعتقد أن الشيخ حسن الترابي حركته مرارة شخصية ضد الإنغاز في الفترة الماضية، وعندما أطاح رئيس الجمهورية بالكبار الشيخ العثمان دكتور نافع علي نافع كان ذلك قمة التنازل الذي يحتاجه الشيخ حسن الترابي لتجاوز المسافة الفاصلة. هل كان ذلك ثمن لمواقف المؤتمر الشعبي المتراخية إذا جاز التعبير؟ شوف شيخ حسن ده منذ أن قدم استقالته من عمادة كلية القانون سنة 65 وأحدث غبضة في الظلام نحو المجهول، نحو حزب كان أقرب إلى جمعية خيرية. هو من الوقت ده كان يتبنى قضية مبدئية فكرية كبيرة، ما بيختزل في فلان ولا فلان. شيخ حسن عمره ما كان يحتفي بعالم الأشخاص كثيرا إلا من خلال عالم الأفكار. قضيته الأساسية هي قضية كلية مربوطة بقضية استنهاض التاريخ الإسلامي، وحتى القضايا المرأة التي يتكلم عنها الأخ الطيب بطريقة مخلة جدا، بطريقة مخلة، دي قضية مربوطة بمقعدات الاستنهاض لتاريخ كامل، لأنك أنت غيبت نصف المجتمع والنصف الآخر يتربى على يدي. طريقة الشيخ حسن دائما بيفكر في بطريقة كلية وبيفكر من طلب وصولي، فلذلك ما عنده علاقة أصلا بعالم الأشخاص. شال علي عثمان، شال علي عثمان ولا ما شال علي عثمان، كيف تفسر أن الوسيط لم يكن من الحزب، يعني بمعنى لم يكن علي عثمان، لم يكن نافع، كان إبراهيم غندور، وفي ذلك الوقت دكتور إبراهيم غندور لم يكن يعني نائب رئيس الحزب. بس لأنه دكتور كيف تفسر ذلك؟ لأنه غندور متقدم جدا سياسيا في 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 نزوعه نحو كل الأحزاب الموجودة في الساحة، وعلاقاته تختلف مع كل عن كثير جدا من السياسيين داخل المؤتمر الوطني. غندور لم ينقطع عن العلاقات الاجتماعيه بيننا وبينه وبين كل الساحه السياسيه في طيله الفترات التي سبقت. شخصيه غندور تختلف من شخصيه علي عثمان وتختلف من شخصيه نافع. ولذلك انا في تقديري انه من افضل الامناء السياسيين مروا على المؤتمر الوطني ودكتور غندور. عنده قدرة في أنه يحتمل الآخر، عنده قدرة في أنه يتواصل مع الآخر، عنده قدرة في أنه يعني يتحاور مع الآخر. ولذلك غندور أنا في تقديري الآن لو كان هو مركزا للقرار لكان للحوار شأن أحسن من الشأن. هذا غزل صريح، ولكن دعني الطيب مصطفى. أستاذ الطيب مصطفى، كيف تنظر إلى غرار الإطاحة بالكبار يعني نافع وعلي عثمان؟ هل جاء في محاولات ترضيه للمؤتمر الشعبي في تقديرك؟ لا ادري اذا كان ذلك او هل كان معقبه في مثل هذا التواصل بمعرفتك؟ والله يا اخي لا اظن ذلك البتة. اشعر بان الحكومه كانت تحتاج الى دعم، وكانت تحتاج الى ان تتواصل مع الترابي باعتبار ان الترابي يمثل وزنا ما وذهبت إليه لكي تضمه إلى نهاية، وعقد أبرمة الصفقة ولا ندري التي لا ندري يعني تفاصيلها حتى الآن، والتي لم يكشف عنها الدكتور الترابي وكذا. لكن ليس هنالك ربط مباشر، لا أستطيع أن أقول يعني لا أستطيع. طيب
أبو بكر إذا لم يكن لديك تعقيب. أنا داير أقول الآتي. أنا حقيقة الناس كثير ما بيفهمون يعني. أن إحنا بالنسبة لنا لما نتخذ قرار بنعزم على هذا القرار ونتوكل ونقدم على تنفيذه. نحن الآن تداولنا وتشاورنا واتخذنا قرار بدخول الحوار. الحوار ده بالنسبة لنا بعد اتخاذ القرار ينبغي أن نعزم في إنفاذ هذا القرار اللي هو قرار الحوار. بالتالي أن إحنا سنستمر في هذا الحوار إلى منتهى الشعور. لما يصل الحوار إلى نتائج النهائية سنخرج للرأي العام. أين منتهى الشوط؟ أين منتهى الشوط؟ أين منتهى الشوط؟ منتهى الشوط في إنه الحوار ده الآن اللي حيبتدر في فبراير إنه يصل إلى نتائج النهائية سلبا أو إيجابا. حينها سيخرج الدكتور الترابي إلى الرأي العام وسيفصح عن النتائج التي وصلوا إليها سلبا أو إيجابا. أنحنا في 2010 يا ظابط تذكر تماما اتخذنا قرار بدخول الانتخابات مع بعض والإجماع. بعضهم من البداية وصف الانتخابات بأنها مزورة بنظرة استباقية ورفض دخول الانتخابات من حيث المبدأ. بعضهم بعد أن دخل تردد وخرج. وبعضهم بين 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 الاثنين يعني. نحن الوقت ده قلنا يا جماعة إذا عزمت فتوكل على الله. نحن اتخذنا قرار بأننا ندخل هذه الانتخابات نمشي إلى نهاية الشوط. وإذا تم التزوير نأتي بالبينات والشواهد على هذا التزوير. أثناء الحملة الانتخابية دكتور الترابي كان لا يرضى أي حديث عن التزوير من أي شخص من أفراد المؤتمر الشعبي باعتبار أن العملية ما زالت في مرحلة التواصل. لكن بمجرد ما انتهت الانتخابات وتكاثفت أمام البينات والشواهد خرج في مؤتمر صحفي وأعلن للرأي العام تزوير العملية الانتخابية وتبديل الصناديق. لأنه العملية اكتملت. الآن إحنا بالنسبة لنا الحوار ينقصها. الحوار ده بالنسبة لنا الآن اتخذنا إحنا ما نعرف نقدم رجل وآخر رجل. اتخذنا هذا القرار نستمر في الحوار إلى نهاية الشوط. لأنه البلد الآن ما عنده حقيقة مخرج غير الحوار. ولا الطيب ذاته الآن عاد إلى مرحلة المعارضة العنيفة ضد الإنغاص. ولا كان في يوم من الأيام في المعارضة العنيفة ضدها. نحن بالنسبة لنا من معارضة عنيفة جدا وصلنا لقناعة إنه البلد دي قربت تتفرتك وستصبح مزق. ولذلك بين يدي هذا الواقع لما المؤتمر الوطني عمل مبادرة واعترف بالآخرين لأول مرة وتجاوز نظرية الإقصاء ونظرية المسك الأرض نحن وافقنا على هذا الحوار. أبو بكر أزل عن هؤلاء الآخرين. الآن أنت تمضي إلى حوار وحيد والإجماع الوطني رفضت منذ البداية أن تمضي معك للحوار. جزء كبير من لجنة 7+7 الآن يعني وقف وعلق الحوار. وصل مرحلة في الصحف المعارضة وعلق عضوية الشعب في الحوار لجنة الجمعية العمومية لجنة 7+7. الآخرين أين هم الآخرين؟ أنت الآن تمضي ومعك حزبين أو ثلاث من الأحزاب الصغيرة إلى حوار وتضع لجان. يعني هي جدوى حوار منذ البداية يعني كل الشواهد تقول أنه حوار فاشل. يعني ماذا تضيعون وقت طويل؟ طبعا ده استباق للنتائج. على الأقل معذرة إلى ربنا لعلهم يتقون. لما تعيظون قوما لهم أهلكم وهم عذابون عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربنا لعلهم يتقون. وربنا في القرآن ده رسل موسى وهارون إلى فرعون ويدرك إنه فرعون ويدرك إنه لن يؤمن. اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا الفعل التاريخي المفترض نقعد لبعض ونقول كلام لبعض لا بد منه عشان لما نصل للنهايات نطلع للرأي العام ونقول والله هذه هي الخلاصات التي وصلنا إليها. إلى متى؟ إحنا بالنسبة لنا إحنا لما قعدنا مع تحالف والإجماع ما, 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 ما أصبحنا حزبا واحدا. كان في برنامج بتاع حد أدنى وقاسم مشترك أعظم يجمع بينه وبينهم. لما جلسنا مع الطيب مصطفى وحزب الإصلاح الآن جلسنا معه باعتبار برنامج حد أدنى. إحنا ما أصبحنا جزء من بر السلام ولا جزء من حزب الإصلاح. ولذلك إحنا بالنسبة لنا فقط برنامج الحد الأدنى ده هو الذي يجمع بين أدنى. هم تقديراتهم بعجلة قرروا ذلك. تقديرات أي الحوار ده عملية شاقة جدا ودائرة قدري من الصبر وقدري من التأني على لأواء ووعساء عشان نصل لنتائج نهائية. طيب. إذا الناس بيتعاملوا بعجلة من أمرهم ويخرج مباشرة إن يوقفوا الحكاية ما ممكن يصلوا للنتائج. طيب تقديرات متعجلة. ولذلك الحرب في الجنوب استمرت كم 23 عام. تقديرات متعجلة. أخوانا نحن كنا وسط بين المؤتمر الوطني وبين الحركات المسلحة والرافضين للحوار. حاولنا أن نكون وسطا. هذا التحالف الوطني التحالف القوى الوطنية حاول أن يكون وسيطا بين الاثنين ولذلك وافق على الحوار مع الحكومة. طالما أنها هي دعت إلى الحوار حاولنا أن نناي وأن نصل معهم إلى اتفاق. وفعلا توصلنا إلى اتفاق مع
الحكومة مع الأحزاب المتحالفة مع الحكومة ووضعنا هذه الخريطة، خريطة الطريق. هذه الخريطة ينبغي وافقت عليها جميع الأحزاب المتحاورة. هذه أصبحت عهدا وميثاقا ينبغي أن ينفذ. ثم أبرم اتفاق أديس الموجود الآن هنا. خلينا بالله أنا أضرب لك مثال فقط بسيط جدا عشان الأخ هو وقت يتكلم عن أنه يعني الصبر والصبر والصبر والتعجل والعجل. طيب إذا كان بنتكلم عن مثلا نعم التوافق على دستور وتشريعات قانونية، التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق. والمؤتمر الوطني مضى في حال سبيله أجاز التعديلات الدستورية وعمل بتاع وهناك طيب الانتخابات، التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة. الانتخابات هذه التي يمضي فيها المؤتمر الوطني هذه ينبغي أن يتم التوافق حولها، وهو مشى فيها. يعني هذه عهود يا أخواننا ومواثيق ينبغي أن يلتزم بها المؤتمر الوطني والمتحالفين معه. طيب نجي هنا، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة. بعد هذه الوثيقة، بعد هذا المطلوبات، نعم هذا ليس الواقع. مش أنه إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إنما بعد ذلك يعتقل السياسيين، وحتى الآن هم معتقلين لم يطلق سراحهم. كفارة الحريات السياسية والتأمين الكامل على حرية التعبير والنشر، يعني طيب وضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحملة السلاح للانخراط في الحوار. القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير مع عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية، وحتى الآن الصيحة رقابة قبلية. مشكلة، خلينا نرجع الشمول في المشاركة والموضوعات. الشمول يا إخوانا الهدف الأساسي منها يا إخوانا أن نأتي حتى بالحركات المسلحة ونأتي بالرافضين للحوار. ينبغي أن تقدم الحكومة أن تلتزم بهذه. نحن كنا بنفتكر الحكومة لما تلتزم بخريطة الطريق هذه ستكون أكبر مدعاة لنجاحنا في إحضار الحركات المسلحة والأحزاب الرافضة للحوار. لكن للأسف الشديد نحن الآن أصبحنا أقرب إلى تلك الأحزاب الرافضة للحوار. لماذا؟ لأنهم قالوا لنا بأن شمتوا فينا الناس جيل يعني نحن الذين قالوا لنا بأن نحن زمان ما قلنا عليكم. طيب مش كده، خلينا بالأقرى يا أخ ضافر كلمة واحدة عن اتفاق أديس أبابا، نص اتفاق أديس أبابا هو بالإنجليزي والعربي موجود. هنا مثلا بيتكلم عن ضمان الحريات والحقوق وحقوق الإنسان الأساسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمعتقلين المحكومين هي الأولوية لبناء الثقة وخلق التواصل. مثلا هذه وضع عليها خريطة، يجب أن تتوافر الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار والبناء الدستوري شمولية. يا أخوانا كل هذه الأشياء التي ينبغي، من الذي ينفذ هذه الأشياء؟ ورونا حاجة واحدة نحن نقصنا عنها، نحن جانبنا. طيب أستاذ أبو بكر، لم ينفذ بند واحد من هذه الأشياء التي العهد والميثاق. يا أخوانا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هؤلاء الذين يتحدثون عن الشريعة، الشريعة يتحدث عن العهود والمواثيق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه لم ينفذ منها شيء. لذلك نحن الآن بنأجل إذا كان مشين في الانتخابات حتى الآن، وإذا كان أحدثوا انقلابا دستوريا، وإذا فعل كل هذه الأفاعيل، وإذا كانت الحريات حتى الآن منتقصة، منتظرين شنو؟ منتظرين في الانتخابات. مشين الحرية المفرج يطلب فاصل، ولكن يعني أنا سأعود إليك بعد هذا الفاصل القصير. أعزائي المشاهدين، سأعود إلى ضيفنا أبو بكر عبد الرازق. نعود بعد هذا الفاصل لنسأل سؤال مباشر. لم يتم تهيئة الميدان، لا من ناحية حريات، لا من ناحية يعني حتى الحكومة مضت ربما لأنها ضمنت تأييدكم، وربما لأن لديها حسابات خاصة. هل تتفق مع المهندس عبد المصطفى أن الميدان لم يتم الكلام اللي قاله الطيب ده؟ أنا على المستوى المؤسسة وعلى المستوى الفردي متفق معه، هذا جيد. لكن لما احنا دخلنا الحوار عارفين ده المؤتمر الوطني، وعارفين دي قيم وأخلاقه، والتجارب التاريخية منذ اتفاق مشار 97 بالنسبة لهذا النظام وهذا المؤتمر الوطني بالنسبة لنا معروفة وعبرتها وعزتها موجودة. نحن كلنا والطيب مصطفى لما دخلنا هذا الحوار، وحتى الناس اللي عملوا شروط مسبقة للحوار يدركوا تماما بأنه هذا هو المؤتمر الوطني. لكن المؤتمر الوطني ضرضينا ما بينه هو الآن القيم على أمر البلد، والبلد بين يدي التمزق، يعني على شفا حفرة، ليست هناك خيارات أخرى، بل القناعة عند كل الناس دخلوا الحوار إنه هذا خيار الذي لا خيار له.
أي خيار غير الحوار هو خيار غير آمن مخوف. خيار البلد يمكن تبقى الصومال تانية، ممكن تبقى ليبيا تانية، ممكن تبقى العراق تانية، ممكن تبقى أفغانستان تانية. القناعة دي هي التي حملتنا كلنا من المعارضة أن ندخل في عملية حوار مع المؤتمر الوطني من أجل أننا نجنب البلاد التمزق. لا خيار. لأن البلد لا خيار. اتمزقت لا خيار. يا صافر. لا خيار. يا صافر. نعم. لا خيار. لو البلد اتمزقت التاريخ ما حيلعن المؤتمر الوطني فقط. حيلعننا ويلعن معنا المؤتمر الوطني. كل الفاعلين. عشان كده نحن فرقنا بين اثنين. كل الفاعلين. بين عدائنا للمؤتمر الوطني وخصومتنا للمؤتمر الوطني وقناعتنا في المؤتمر الوطني. والرؤية الوطنية. وبين الوطن. فدايرين نحفظ الوطن من المؤتمر الوطني ومن التمزق الاثنين. لا لا خيار. يعني هذا احتراف. طيب. والله. لا خيار. أنا والله أحمد لك. هذه الشجاعة. أي هذه الشجاعة. أنه المؤتمر الوطني. أنا والله كنت كان ظني فيه أفضل من ظنك فيه. كنت بفتكر أنه دخلوا في هذا الحوار وأنه كانوا صادقين فيه باعتبار أنه دي الفرصة الوحيدة. لماذا؟ لأنهم دعوا للحوار ده، دعوا للحوار مقتنعين، هذا اعتراف منهم، ما اعتراف محمود جدا أنه في أزمة لا يمكن لهم وللأحزاب المتحالفة معهم أن يحلوها. عشان كده دعونا نحن عشان نشارك في هذا، واستجاب بعض الأحزاب. ولذلك عندما جلسنا واتفقنا على خريطة الطريق، والله ظننا بأنها ستكون عهدا وميثاقا، خاصة وأن الجلسة الأخيرة التي تمت الموافقة فيها على هذه الخريطة وعلى اتفاق أديس أبابا، والله العظيم ظننا أن هذا الأمر يعني سيجد التنفيذ. لكن للأسف أصبنا بخيبة أمل كبيرة جدا. صبرنا بعد الاجتماع الذي زمنا طويلا، وظلنا نحاول ونحاول ونحاول، لكن في نهاية الأمر دخلوا في إجراءات تنفيذية. يا أخوانا الانتخابات هذه لا نريد لها، والله ما دخلنا الحوار أصلا إلا لكي تجرى الانتخابات في مناخ آخر مختلف جدا حتى لا تتكرر انتخابات 2010. لكن الآن إذا كانوا مضوا في هذا البتاع، هذه الانتخابات ستكون أسوأ من انتخابات 2010. لماذا؟ انتخابات 2010 تمت بموجب دستور 2005، وكانت الحركة الشعبية موجودة، والحركة الشعبية كانت قوة أكثر وخاصة وأنها محروسة من المجتمع الدولي اتفاق نفاس يعني كما تعلم. لذلك هذه الانتخابات ستكون أسوأ. تهيئة المناخ بالحريات ثم وضع انتقالي، هذه من الأشياء التي من أبجديات الدخول في الحوار. لكن ينضوا في الدستور وينضوا في الانتخابات ويعملوا كل شيء، ما اجتمعنا من أجله، التأمنا من أجله، انعقد الحوار من أجله، الآن انتهى تماما. ما في سبب. نحن بالرغم من ذلك قلنا أنه تعليق، لأنه نحن عارفين تماما أنه البلد دي هشة وضعيفة جدا، ونخشى عليها مما حدث تعليق الحوار وليس إلى كنوع من الضغط على هذه الحكومة حتى تستجيب، خاصة وأنه الآن المجتمع الدولي دخل في هذا الأمر. يعني أمريكي هو قاعد الآن بموافقة الحكومة، الحكومة دخلت أمريكي ودخلت الاتحاد الأفريقي ودخلت مجلس الأمن الآن في هذا الحوار الوطني. الآن صورة الحكومة ستهتز. نحن نريد حقيقة الحوار ده أن ينقذ البلد وندخل إلى مربع جديد، ندخل إلى انتخابات نهيئ لها المناخ لكي نطبع مع المجتمع المحل يعترف بها الجميع. هذه الانتخابات لن نعترف بها نحن، ولن يعترف بها الرافض والحوار، ولن يعترف بها الحاملون للسلاح. ما هي الفائدة يعني؟ ولن نعترف بها. ما هي الفائدة من هذه الانتخابات؟ ستظل الأزمة هي الأزمة، ستظل المشكلة هي المشكلة، ستظل البلد في حالة حرب، وستظل البلد في حالة احتقان سياسي، وستظل علاقتها مع العالم كذلك متوترة. بينما كان الخيار أن نلتئم جميعا وتتوقف الحرب وتنهى كل الهاي ونطبع مع هذا ونعترف بها جميعا بنتيجة الانتخابات التي لن نعترف بها الآن في ضوء هذه المعطيات الموجودة حاليا. ما هي الخيارات؟ بصراحة دخلتم في حوار الآن غير مثمر كما اتفقتم أنتم الاثنين، لكن ما هي أستاذ أبو عبد الرازق كان له الشجاعة يقول لك لا خيار لنا غير هذا الحوار، مهما كانت نتائجه، مهما كانت مقاصده. طيب سنظل. ما هي الخيارات بالنسبة لك أنت؟ نحن لأنه في النهاية أيوة نحن حيكون. ما هي الخيارات؟ أول حاجة نحن عارفين جدا الأخطار، وحنعمل نحسب حساباتنا الدقيقة جدا بحيث أنه لا تتصومل هذه البلاد أو يحدث لها ما حدث في الدول المحيطة، دول الربيع العربي التي أصيبت به.
حروب أهلية وما إلى ذلك. هذه سنعمل حسابنا عليها، لكن سنظل نعارض هذا الأمر، وأنا متأكد بأنه هذه الانتخابات القادمة سنعمل على إطالها بكل الوسائل السلمية، وسنعمل على معارضة هذه الحكومة حتى ترعوي وحتى تثوب إلى رجلها، لأنه ما ممكن كل الأمور في قدامها. هل هذا تلويح بالخروج إلى الشارع؟ كل الوسائل السلمية متاحة، كل الوسائل بما فيها الخروج إلى الشارع طبعا. كل الوسائل السلمية المتاحة بما يجنبنا أي أخطار بتاعة حرب أهلية هي متاحة إن شاء الله. المؤتمر الشعبي كان لديه من سابقا يعني خيار إسقاط الحكومة، ولديه تاريخ طويل يعني في مقارعة الحكومات، وحتى في التواصل مع قوى خارجية وقعتم في 2002 تقريبا مذكرة تفاهم 2001 مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية فبراير 2001. هل إذا فشل الحوار الراهن ستلجؤون إلى سيناريوهات بديلة بما فيها إسقاط الحكومة؟ شوف يا الظاهر، نحن دائما ظلمنا نقول نريد فقه أدق من الفقه النظري، يرتب أولويات الأحكام ويناظر بين القيم المختلفة، يقدم هذا ويصرف وآخر هذا يصرف بين هذا وذاك، والسياسة هي فن الممكن. نحن حتى الآن القرار عندنا بتاع الهيئة القيادية إنه ننحو نحو الحوار ونجمد قرار إسقاط عبر ثورة شعبية. إذا تجميد الهيئة القيادية حتى الآن، إذا نجحت الحوار فبها ونعمت ونعم كلها للسودان، وإذا فشل الحوار سنعود إلى قرار إسقاط. لكن ده لا يعني بالضرورة إنه تقديرات الموقف ستكون بنفس تقديرات لحظة اتخاذ القرار. نحن كل مجريات الحوار كل يوم من غيمة ومن قويمة، وعندنا وجهة نظر فيها. لما الحوار ده إذا نجح بالنسبة لنا هذا هو الخيار، وإذا لم ينجح سنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب لكل مقام مقال. الفرق بينه وبين أستاذ الطيب، أستاذ الطيب دخل إلى هذا الحوار متفائل جدا، مثالي جدا، وردي جدا. نحن دخلنا هذا الحوار ندرك المؤتمر الوطني وندرك سنة التاريخ تتحدث عن الفرعنة والاستكبار والجبروت. كنت ملك كلامي. ندرك سنة التاريخ. ندرك تماما إن السلطة عندها فتنتها وعندها بريقة، وإذا استبدت بالمرء شهوتي السلطة والمال من الصعب جدا أن يستطيع منها فكاكة. ولذلك نقدر تماما بأنه المؤتمر الوطني من الصعب جدا إنه يسلم السلطة ويفكك نفسه ويعمل حكومة انتقالية ويقادر. لكن في النهاية نحن ما عندنا خيار غير إننا نتعامل مع ما هو متاح من 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 وسائل، على الأقل بنطمئن إنه البلد من خلالها إنها آمنة. لا تتمزق. لكن ندرك تماماً بإنه البلد دي حتى الآن إلا يجعل الله مخرجه، ومخرجه في الغرام المناسبة يا الظافر جات نكرة يجي من وين ما معروف. لكن أنا ما أعتقد إنه في زول عاقل بيفتكر إنه المؤتمر الوطني ده بأخوي وأخوك حيكعمل حكومة يقادر السلطة يعني. لكن أنا مسؤول، أنا ما مسؤول عن النتائج، أنا ما مسؤول عن النتائج، أنا مسؤول عن فعلي الذي يقوم على الإصلاح ويقوم على العمل والاجتهاد فيه. نحن الآن في إطار عملية نجتهد في أن تصل إلى معادلة ممتازة جدا وإلى ورق مكتوب ممتاز جدا نريد أن نحمل عليه الحكومة ونحمل عليه كلها للسودان. النتائج ما نصلي معنا عشان كده هم الآن جدا ورجعوا طوالي 180 درجة. نحن عبرنا عن رمزية احتجاج زي ما هم الآن عمروا بالتجميد. نحن عبرنا بانسحابنا المجلس الوطني وقدمنا مذكرة الاعتراض وعملنا مؤتمرات صحفية، وفي نفس الوقت اتخذنا قرار للأمانة العامة بمقاطعة الانتخابات. يبقى الآن هم عملوا رمزية احتجاج بموقفهم ده، ونحن عملنا رمزية احتجاج بموقفهم ده، لكن نحن ما مطالبين بأن نتخذ ذات القرار الذي يتخذ تقديرات وردية. ده كلام غريب، لا واحد كلام غريب جدا يعني. يا عليك الله لا تتحدث عن قصة مقاطعتكم من جلسة من جلسات المؤتمر الوطني، لا جلسات المجلس الوطني، انسحاب وليس مقاطعة. حتى هذا الانسحاب يعني مقاطعة انسحاب يعني هذا لن يؤثر. هل أثر في إسقاط التعديلات الدستورية؟ هل أثر؟ أنا بتكلم عن مواقف مبدئية. نحن حقيقة نحن عاوزين نقول ليس الكلام عن نحن تقديرات هنا وأنه كنا ظنين يعني المؤتمر الوطني ذا عبارة عن ملائكة. لا والله نحن قرينا طبعا تتليهنا وأنه عزرائيل صفارة عزرائيل وحيسلموا عيسى وبذلك وهذه يعني
نحن نعلم تماما، نعلم تماما أنه داخل المؤتمر الوطني في عقلاء عارفين تماما الأخطار زي ما نحن عارفينها، زي ما نحن دقيقة القرار ليس في يدهم صحيح. وكذلك مناسبة حتى في المؤتمر الشعبي الموقف ده ليس متفقا عليه، مو موقف الشعبي ده ليس متفقا عليه، ما خلاص على كل حال انا اعلم والله العظيم اتصل بي قيادات من المؤتمر الشعبي ليسوا راضين عن الحاصل ده. انا داري اقول شنو، صحيح انه هو في النهايه قرار مؤسسه، خلينا نتجاوز هذه النقطه. نحن اصلا ما ظننا انه في المؤتمر الوطني ده انه هو مجتمع ملائكي، انا متذكر من زمان هو اختطف السلطه من الحركه الاسلاميه في المؤتمر الوطني. مؤتمر وطني ولا في زول واحد حاكم البلد كله؟ ما تدخلني في مشكله، انا عندي انا انا انا, أنا في اعتبارات يعني بتخليني خشمده في مويه. فلذلك دار اقول انه نحن لسنا ساذجين اصلا، عارفين تماما هناي وعارفين انه هناي وعارفين انت ما ساذج، لكن مثالي لا ابدا احسنت اكثر من لا ابدا والله. نحن دائما انتم دخلتوا الحوار دخلنا الحوار، لكن شعرنا بانه لانه انا سالتك سؤال قلت لك انه الانتخابات دي ستجرى بعد قليل، شهر شهرين شهرين أربعة دقيقة عندها، ما هي فائدة الحوار؟ الحوار يا أخواننا بندي أساسي ووسيلة مهمة جدا، أهم الوسائل التي يمكن أن يحدث يعني تحدث التغيير في السودان. أهم الوسائل هي الانتخابات أصلاً. الحوار ما دخلنا من أجله إلا من أجل الانتخابات. إلا من أجل الانتخابات. إذا كان ستأتي تكرار 2010 ما في داعي أصلاً للحوار، لم ندخل. عشان كده كان ينبغي أن تتخذ قراراً بشأن الانتخابات، بشأن العملية عندما يعني تمارس ضغطاً على هؤلاء لكي تجبروهم على الانسحاب من الانتخابات، لكن تمشوا تجاروهم وتبرون وتصريحات كمال عمر العجيبه دي جدا القدانه بها دي. لدي سؤال استاذ، تتحدث عن الانتخابات كما قلت، 6 من اعضاء مكتبكم القيادي الان سيشاركون في الانتخابات، 6 من 9 يعني هذه شبه اغلبيه مطلقه سيشاركون في الانتخابات، لديكم نائب سيخوض الانتخابات احمد لاجنين في نياله. من قال؟ اول حاجه نحن عندما نقرر انت عارف انه في تذيعين الليله في الجرايد، تذيعين في ولايه الجزيره فقط من اهل المؤتمر الوطني، ذلك على منبر السلام، انه اذا كان اصلا يا اخواننا احنا اصلا ما ممكن نتخيل انه الناس ملائكه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ثلث الجيش انسحب من احد. فلذلك شيء طبيعي جدا ان يتفلت بعض الناس، يعني الشهوه تغلب عليهم وينسحبوا بتاع، لكن لن يدخلوا، لن يدخلوا عدد كبير ابدا. ابدا. مين قال؟ المكتب الغيادي في واحد فقط هو الذي حتى الان قال انه عبر عن رغبته، وقلنا له في النهايه اذا كان اصلا انت اصريت على هذا الامر لن تكون لن تنزل، لأن حيطلع من المكتب الغيادي و و و و و ولن يدخل باسم منبر السلام العربي اصلا بهذه الانتخابات الى ان تجرى الانتخابات بالصوره المتوافق عليها من قبل الجميع، بالصوره التي اتفقنا عليها في خلال الطريق وفي الحوار الوطني، ما يفضي اليه الحوار الوطني. لكن الكلام عنه انه المؤتمر منبر السلام العربي كل الذي محاولات الانشقاق التي نعلمها تماما من الذي كان وراءها كويس، وتحدثنا عنها في مؤتمر صحفي وذكرنا اسماء الذين تآمروا مع بعض الاعضاء لم ينجحوا في شيء منبر السلام العربي، والدليل على ذلك انه منبر السلام العربي حتى الان هو منبر واحد فقط بينما الاحزاب الاخرى الامه الاتحادي عدد من الاحزاب، لكن نحن المنبر حتى الان ما زلت منبر واحد. طيب استاذ ابو بكر، اذا شارك عدد من كوادر المؤتمر الشعبي بصفه مستقلين، كيف ستتعاملون مع في هذه الانتخابات التي اعلنتم رسميا مقاطعتها؟ إذا شارك بعضهم نحن أعلننا رسميا مقاطعتها ولن نعطي أي موافقة لأي زول من عضويتنا ينزل فيها مستقل. إذا نزل مستقل لم يصل تبقى بيتمه بعد ذاك الأجهزة في حينها ستتخذ القرار المناسب. أنا بالطبع لا أتحدث عن جهاز يعني. نعم مثلا المؤتمر الوطني حدد موقف واضح، قال أي مرشح ينزل بصفة مستقلة يفقد عضوية المؤتمر الوطني. المؤتمر الشعبي لم يتخذ مثل هذا الموقف الواضح مما يشير انه ربما المؤتمر الوطني ما حزب يا نعم، المؤتمر الوطني حزب مقطور بحكومة، هو حزب حكومة وليس حكومة حزب. لا نعم، المؤتمر الوطني الان على الرغم من الكلام اللي قالوا ده في ناس كثيرين حينزل مستقلين وحيفصلون، انا يفصلون بكره بيجيبوا الراجع. ما اذا نزلوا الشعبيين بصفة مستقلين
أنت قلت كلام مجمل، الأجهزة ستتخذ القرار المناسب. نعم في حينها. ربما يكون القرار المناسب مباركة هذا. لا مباركة دي ما وارد على الإطلاق. لكن بعد ذاك القرار يبقى فصيل، القرار يبقى تجميد، يبقى أي عقوبة أخرى، دي مسألة متروكة لتقديرات الأجهزة في حينها. لأنه أنت عندك العقوبة ممكن تبدأ من التأنيب واللوم إلى الفص. تأنيب واللوم. فلذلك يعني عندي أنا بثقافتي القانونية ممكن تبقى من هنا وأنت ماشي. من التأنيب. الوقت ذاك الأجهزة هي التي تتخذ القرار المناسب، لكن الدخول للمؤتمر الشعبي ده هو طوعي. لا في ورق طلب الزول بيقدمه، ولا في أجهزة بالصادق على الموافقة على الدخول. هو زول بطوعه واختياره بيختار انه يوالي المؤتمر الشعبي ويبقى فاعل في اجهزته او لا يبقى فاعلا. وبرضه بنفس الطريقه هو عنده الحق في انه يخرج من الحزب يعني. ودي طريقه الانتماء للحركه الاسلاميه تاريخيا. كثير من الاحزاب في بطاقه عضويه، وفي طلب بيتقدم، وفي طلب بيتنان، وفي فصل بيتم يعني. لكن احنا النظام الاساسي بينظم طريقه العضويه وفقدانها يعني. الوقت ذاك يبغى للنظام الاساسي الاجهزه يعني المعنية ستجتمع وتتخذ القرار الذي تراه مناسبا. فاصل جديد ونتواصل بعد ذلك أعزائي المشاهدون. وسؤال إلى أستاذ أبو بكر عبدالرازق. بعض الناس يربط بين منبر السلام وشخصية الباشمهندس الطيب مصطفى، ويعتبر إن المنبر يعني جاء في ظرف محدد يقتضي وحدة البلاد أو انفصال جنوب السودان، وإن طرحه كان طرح عنصري أفضى إلى نتائج وخيمة شقت البلاد والعباد. هل ترى أن الوقت حان لأن يعني يخرج منبر السلام من المعادلة السياسية بصراحة؟ والله أنا طبعا دي بيغررها طيب لا يعني كطر لكن بفتكر على أقل تقدير إذا هو نشأ المنبر في ذلك الوقت لهذه الاعتبارات فينبغي أن يجدد أفكاره ويجدد نفسه ويجدد أطروحاته بحيث أنه يصبح حزب غير أسير لقضية محدودة إلى الأفق الواسع الذي يكون فيه دعوة للناس كافة يعني. بفتكر أنه ده الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يقول إليه إذا ظل يستمر كحزب يعني. ماذا يقول طيب؟ كلام عجيب جدا يعني. الله بس يلقي بالاتهامات الجنوبية. لا أبدا والله. لكن عدد كبير من الناس يقولون هذا الأمر. عملت إحصاء؟ لا أبدا. ما أتكلم. أقول لك حاجة. نحن كنا صادقين جدا في موقفنا هذا. والله المؤتمر الوطني كان صادقا في قضية الوحدة. والله أنا فصلت بسبب موقفي من الانفصال. وأنا لماذا؟ لأنه أصلا أنا من البداية اعتبرته أن الوحدة تمت بصورة لم ترى يعني زور فيها التاريخ. نعم. لماذا؟ لأنه مؤتمر جوبا زور لما اعترف جيمس روبرتسون. نعم. وعطوا شعبين مختلفين والآن الدليل على ذلك الذي يحدث الآن الحرب الأهلية. جنوب كردفان في النيل الأزرق، هل بالإمكان تبني ذات المعيار الذي تمنيتمونه لمعارضة قضية جنوب السودان؟ انفصال ده ما في جنوب السودان. كنا نقارن، نقول إخواننا المقارنة بين جنوب السودان، مشكلة جنوب السودان ومشكلات السودان الأخرى كالمقارنة بين السرطان وصداع، ظلنا نقول هذا الكلام. لا توجد مقارنة البتة. لماذا؟ لأنه ما في حزب واحد وما في فصيل واحد دعا إلى تغيير المصير هل أي من ولايات السودان الأخرى، أي من أحزاب السودان الأخرى. لكن من الخمسينات ظلت دعوة الانفصال موجودة، من سنة 47 بل سنة 47 موجودة في جنوب السودان. هؤلاء ظلوا لكن الآن نفس الآن هناك من يدعو لفصل دارفور ويقول أن دارفور لا ما في موجود ما كطرح سياسي موجود وين يتحجب موجود يتحجب. تحدث منا قبل ذلك لم يتحدث أن هذه المعاملة قد تقود إلى أن يطلب الدارفوريون. قد وكم فضل مناوي مثل كم حس الآن خليه يخش الانتخابات وأنا عارف هو ده عارف وزنه إذا كان خذ الانتخابات هاي شنو خش الانتخابات الجاية حتى عندما ينصلح الأمر حيرجع شنو مناوي لن ينال شيئا ولم يطرحها حتى الآن قد أكيد لم يفعل لا يستطيع أن يطرح تغيير المصير. أنا عندي مداخلة في الحتة. نعم. وش طبعا الكلام حول إنه المؤتمر الوطني كان حريصا على هذا ليس صحيح طبعا. نعم. المؤتمر الوطني ده بقيادته أثناء وحدة الحركة الإسلامية طرح في الهيئة القيادية بعض أفراده وقياداته
العليا انه يفصل الجنوب، لانه نحن امام التاريخ. من طلب ذلك؟ يستطيع فصل الجنوب، لانه كان يدعي بانه هو كقائد يستطيع ان يدافع عن بقيه السودان، لكنه لا يستطيع ان يدافع عن كل السودان. دكتور الترابي ناقش في ذلك الاجتماع وقلب الطاوله من حيث النظره الاستراتيجيه ومن حيث الايمان العقدي بانه الدين ده دين توحيد. جزء من معاني التوحيد ان يوحد الناس كله. عشان كده القرآن يقول يعني ولو شاء ربكم لجعل الناس أمة واحدة، ولكن ليبلوكم امتحنكم فيما آتاكم من هذا التباين، فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. أنا لا أريد أن أدافع، أنا لا أريد أن أدافع عن المطلوب. الطيب مصطفى كان ممكن يتخذ من هذا القرآن هدى في هذه الآية ويعمل على النجاح في الامتحان. الطيب يختار الهروب من الامتحان وبالتالي سقط في الامتحان، لكن بفتكر النجاح الحقيقي في الامتحان انك تدخل الامتحان وتجتاز الامتحان وتوحد رب الامتحان. ربنا اصلا خلق الناس مختلفين، هذا هو سقط في الامتحان وضبط الثور اسود. انا عاود اقول لك كلام ما ينفعش كانت انفصال، ما يفتكروا انه تغيير المصير والانتخابات في 2010 والاستفتاء هو سبب الانفصال. نفاش في حد ذاته انفصال. لما انت تكتب في صوب الاتفاقيه بانه سحب الجيش رمز السياده الوطنيه من الجنوب هذا انفصال. لما انت تسحب مجلس الوزراء المركزي ويبقى ويبغى للاتفاقيه الرئيس لا يستطيع ان يتخذ قرارا جوهريا في الجنوب الا عبر سلفاكير، هذا فصيل الجنوب. الجانب الثالث كون مجلس الوزراء المركزي يختص بالشمال فقط، هذا فصيل الجنوب. الشيء الثالث يا اخونا الظافر، الجنوب ده المجتمع مع 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 الزعيم القبلي والزعيم القبلي هو السلطان، والسلطان مع الدولة الحاكمة. إذا كان المؤتمر الوطني هو الحاكم الوكيل ده في جنوب السودان لاختار أهل الجنوب الوحدة، لكن لأنه ما كان الحاكم المؤتمر الوطني كانت الحركة الشعبية فاختاروا الانفصال. فأنا داير أقول الانفصال ده أصلا بموافقة قيادة المؤتمر الوطني وبمباركته. وبفتكر لمن تم سحب قاضي صلاح الدين ودوا علي عثمان، اصلا ودوا علي عثمان عشان يعمل انفصال. الوقت يمضي، الوقت ضيق، لم تنجح في الامتحان. انا بفتكر انه طبعا ده كلام رجم بالغيب ثائت، والمتبع الموضوع هو طبعا ليس موضوعا، لانه ارجو ان تفرد حلقه لكي نتناظر حول هذه القضيه، لانه حافظها ده لوحي انا ما في زور. ومعلوماتك معقد ضئيله جدا بالمقارنه مع معلوماتي، لانه الموضوع متخصص فيه يعني. وبعدين استطيع ان اقدم لك الشواهد الدوليه على الحدث في العالم التعاسفيه وين وبتاع، انا على استعداد ومشكله، واديك من السيره ذاتها، انه يهود بني غريضه وبني غينقاع وبني النضير وبتاع، انه كيف اخرجوا من المدينه. استطيع ان اعطيك ذخيره من العلم، لانه تعدد خلينا نتكلم. لكن قصه انه هروبه بتاع ليس هروبا، انما نحن عبرنا اردنا تصحيح خطا تاريخي. والكلام بتاع انه المؤتمر يا اخي مين قال لك عنصريه؟ هو هل الذي ذبحت ثور اسود؟ هذه اشاعه الصور موجوده. اسمعني، هذه اشاعه. لم تذبح ثور؟ ذبحنا زي ما ذبحوا هم، احتفلوا احتفلنا. لماذا هم عندهم الحق ان يحتفلوا نحن ما نحتفل؟ الان هم حتى مشار طارح الوحده، ما في وحده ثانيه بره، ما في واحدة تانية. هذا أقول طيب. إنه دقيقة معنى ما في واحدة تانية، ما في خلاص. نحن حسه الآن بعد ما ضاقوا البتاع وشافوا ما في، نحن دابنا ارتحنا ودابنا تنفسنا، لن تعود الوحدة تانية. ال 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 يعني الكلام عن أنه المؤتمر الوطني، أنا بتكلم بحقائق، مش بتكلم ساكت يعني اتهامات. لأنه إبراهيم أحمد لأنه إبراهيم أحمد عمر كتب لي خطابا عندما كتبت عن المقال الأول نشر في عدد من الصحف، قال لي تتوقف، وجلسوا معي عدد من قياداتهم عن فصل الجنوب. عن فصل الجنوب أنا بتكلم يعني أحسن دائما الواحد حتى لو كان على خصمك، حتى لو كان دقيقة، حتى لو كان على خصمك تقول الحقيقة. المؤتمر الوطني سعى سعيا حثيثا وعمل صندوق لدعم الواحد، بذل جهد وبذل جهده وكل الأحزاب السياسية دقيقة واتفاق أسمرة
أقصد يعني اتفاقيات أسمرة للغضاء المصيرية، كل الأحزاب المشاركة فيها وافق على تقرير المصير، كل الأحزاب السياسية وافق على تقرير المصير، لأنه لا إكراه فرق بين تغيير المصير وبين الانفصال. دقيق، لا إكراه في الدين، الوقت لا إكراه في الدين، فكيف أن تكون هناك؟ لكن أنا في قطعة عايز أقول حول الحوار يعني عشان ما الزمن ضايع. سامنحك فرصة، لدي سؤال للأستاذ بكر عبد الرازق. تحدث الباشمهندس الطيب مصطفى أن الترابي يحاول تشتيت الكرة، كما تحدثنا عن منبر السلام العادل، لأنه تحدث عن مطار الشعب. الترابي ينكر حد الرجم ويغر بزواج المسلمة من الكتابية، من الكتابي. توغيط، من ناحية التوغيط، أنا لا أريد أن أتحدث في أصل الاجتهادات، ولكن من ناحية التوغيط، هل هذا توقيت مناسب لإثارة مثل هذه القضايا؟ أخل الظافر، القضية ما مربوطة لأنه الشيخ حسن أثار المسألة من يسرها، مربوطة بالشخصية الشيخ حسن المسيرة للجدل. نفس الآراء قاعدين يقولوا آخرين لن تجد حظها من الإعلام، لكن الإعلاميين يمكن أن يتجاوزوا كل الحديث ويأخذوا جزئية بسيطة جدا ويسلطوا على الضوء. نموذج الكلام عن شهادة الاستواء بين شهادة المرأة والرجل، دكتورة ترابي كان يتكلم في افتتاح مؤتمر أمناء الولايات للفئات، وتحدث عن 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 تاريخ التطور للعمل النقابي في أوروبا، وفي سياق حديثه تكلم عن إنه تاريخيا هنالك فجوة بضمور وجود النساء في قيادة النقابات، وتكلم عن السوية قرآنا بين المرأة والرجل. في هذا السياق رمى كلمة الاستواء أمام القضاء، الصحفيين نسوا كل ذلك الكلام القيم، وأخذوا هذه النقطة المثيرة وسلطوا عليها الضوء، فكانت ردود الأفعال. دكتورة ترابي ما حصل يوم واحد من الأيام أرى رتب أن يقولها، لكن يكون إما سألوا صحفيين، إما سألوا ناس في ندوة، إما دعية لندوة متخصصة زي الندوة اللي كانت في الإصلاح والتجديد، إما إنه جات في سياق هم فصلوها عن السياق وسلطوا عليها الضوء. ماذا يقول الطيب مصطفى؟ والله للأسف الشديد، وجايد أبو بكر أن وفيني على هذا الكلام، صدقوني إن قلت بأن المؤتمر الشعبي أصبح حزبا طائفيا بكل ما تحمل الكلمة معنا، يدار بطريقة إن المريد لشيخه كالميت بين يدي الغاسل. نعم. هكذا. يعني نعم. هذا 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 رأيي. لماذا؟ لأنه نحن زمان لما الترابي كان بيثير بعض القضايا كنا بنفصل بين آراء الفقهية وبين الجوانب السياسية. لكن الآن بيجوا يتبعوا حتى في آراء الفقهية يعني ويدابوا عنه ويعملوه ويدابوا. هذا كلام عجيب. على كل حال هو أصبح حزبا طائفيا يحوله 180 درجة. يحدث المفاضلة قبل 15 سنة من أجل حاجة تغيرونه، والآن حاجة كبيرة جدا جدا يعني يتماهى ويندغم في المؤتمر الوطني ويتبعوه كالميت بين يدي الغاسل. قطيع للأسف الشديد هذه القيادات. أنا مندهش. هل تغير الترابي أم تغير الذين حوله؟ أنا مندهش. تغير الترابي أم تغير الذين حوله؟ والله مندهش، والله لا أرضى لهذه القيادات التاريخية أن تسكت وتصمت هكذا، بينما يعني كمال عمر هو الذي يصول ويجل، الذي لم نره إلا قبل سنوات قليلة، والذي يصول هو الذي يعبر عن الحجب، هو الذي ينفرد بالترابي والذي يؤثر عليه، والترابي مغيب بالمناسبة مما يدور في الساحة السياسية. الترابي عندي أدلة على ذلك. ما هي أدلتك على أن الترابي مغيب؟ ما هي أدلتك؟ عندي أكثر من دليل. ذهبت إليه مرة بعد إعلام باريس فناقشنا في إعلام باريس، وجدته قريته قدامه من الوصب، كمال عمر كان موجود حاضر، قالت لهم الوصف يعلم باريس لم يكن، ما كان عارف. مشكلة عندما قال كمال عمر بأنه نحن معظوم في الحوار الوطني حتى ولو اعتقل الترابي، أنا قلت له يا شيخ حسن حصلت الدرجة دي؟ وكانت يديهم بأنه مدير مكتبه قاعد، وكمال قاعد طبعا كمال دم صاقله ليل نهار ما بغي ما كده يعني، وعشان كده الآخرين دي قاعدين بعيدين منه، عشان كده حسن هو بقى الذي يؤثر عليه. قلت له حتى لو اعتقل، قال لي ما حقول الوقت يداهما. هل الترابي مغيب؟ آخر زول يمكن يكون مغيب هو دكتور الترابي. كيف؟ قدم لنا شواهد. الظافر إذا أنت قفلت بيتك بتتبرمج، دكتور الترابي ده بيته مفتوح للكل، ومكتبه مفتوح للكل، وليس هنالك حواجز، ولذلك بيجوا 100 نفر بيقولوا كلامهم بيخد في الإرشيف، الإرشيف ده براو بيزن بعض. الجانب الثاني دكتور ترابي هو كبانية عندها مصب كل المعلومات. حكاية إنه يغيب دي ما وارد، لأنه غير محتكر لشخص ولا محتكر لفئة ولا بيته مكفول ولا مكتبه مكفول عشان أصلا يتبرمج. الجانب الثاني دكتور ترابي
عنده كل المعلومات ويتخذ القرار الذي يراه مناسبا عبر مؤسسات الحزب. قرار بلاو عبر مؤسسات الحزب. انا حكيت لك قبل شويه قلت لك قبل شويه اذا جاءه زوج زائر سفير ولا قياده اجتماعيه ولا سياسيه ولو زياره اجتماعيه بتاعت مبارضه دكتور الترابي الذي يدور لانه شخصيته تنفصل عن عمل عام بيجي بينور بيه والاكل. بدانا الكلام ده صحيح لانه ابو بكر نفسه انا اعلم تماما يعلم تماما انه الناس بيكون عندنا لك شخصيه الترابي المؤثر عليه بعد ان اصبح واصبح الناس قطيعا والذي يقوله امشي يحولهم من يمين الشمال وهكذا. انا في حاجه دا اقولها مخزوك المؤتمر الوطني ينبهني بان مخزوك المؤتمر الوطني والله العظيم يعني انا بفتكر يا اخواننا هل معقول نحن الذين عيننا السبعه جميع عندما غيرنا الجمعية العمومية لإحدى المعارضة عندما غيرنا اثنين لأنهم لا يعبروا عن مرادنا عن الجمعية العمومية الجمعية العمومية غيرناهم مع أنه قبلوهم حتى لما صادق المهدي ذهب خرج عينا أحدهم ممثل حزب العدالة عندما غيرنا هؤلاء لأنهم لا يعبرون بطلة قال لا الجزء لا يبقوا القدامى ذيل يعني وصل الطغيان درجة أن يعينوا من يمثل المعارضة هل يرضون أن نعين لهم من يمثلهم في آلية السبعتين؟ يعني هذا 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 سلوك عجيب والله العظيم هذا سلوك ما يتسق أنتم متفقون لا يتسق بهناء لا يتسق بأخلاق لا يتسق بأي ده شنو ده يا أخواننا؟ هل بيحصل ده شنو؟ هل يا أخواننا هل هؤلاء جديرون بأن يحكموا بهذه الصورة؟ أعزائي المشاهدون بدأنا بالترابي وانتهينا بالترابي ولكن حتما سيتجدد هذا اللقاء. أشكر نيابة عنكم ضيوف هذه الحلقة المثيرة والممتعة الباش مهندس الطيب مصطفى رئيس حزب منبر السلام العادل والأستاذ أبو بكر عبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي وسنلتقي حتما في مناظرة عن جنوب السودان لم تجد حظها الكامل في هذه الجلسة إلى أن يتحقق ذلك.